بغينا تهضرنا على الجديد ديالك في المجال الفني. عندي فيلم سينمائي ان شاء الله غادي يخرج مع الممثل عزيز داتس، الفيلم ديال جيان بحر، وفي المسلسل مع ياسين فنان القناة دوزام اي تا هو غادي يخرج بيانتو، وعندي لون ميتراج غنصور ان شاء الله مور رمضان. واش غتكوني حاضره في البرمجه الرمضانيه لهاد السنه؟ هاد السنه لا، حيت انا ملي كنصور ما كنسولش واش غنكون في رمضان ولا ماشي رمضان. بالنسبه لك شنو هو الدور اللي كتحلمي انك تشخصي في سواء السينما او التلفزيون او غيره؟ كنتمنى نشخص دور ديال شي شخصيه معروفه. مثلا شكون مثلا؟ ما المهم تكون معروفه باش نحاول نتقمص نشوفها هي كيفاش كانت كتعيش، كيفاش كانت كتهضر، كيفاش كتمشى، نكون بعيده ما ناخذش دور، ونحاول نكون في ناتشورال سيتو، نحاول نلبس هذيك الشخصيه ونولي بحال هذيك السيده. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.